أمان. الله يرحمه ويسكن فسيح جناته في الليل المبروك. متى فقدتوه؟ ما أدري والله متى السنة بالضبط، لكن موقف عارق وفهد البارح ذكرني فيه. البارح يمكنني طلعت من البث. تذكر الموقف. كانت علاقتك معه؟ أخوي اللي صار مني على طول. علاقتين وياه الله يرحمه ويغفر له. شوف الأخو حتى لو أنه صغير غالي على أخوه. الله يرحمه. فما بالك أنه اللي أصغر منه على طول. طبعا كان على بني وياه أيام مطر. سحت على البلاط ضرب راسه من وراء البلاط. لا إله. وهو طايح يقول شلني ودني لأمي. هو صار مني مشو. فأنا أشله ما احتال فيه جدا. يعني شاله نص شله. جيت أمي. خلاص ما بكمل. الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. اللهم امين. ويسكن فسيح جناته، يشرب مويه، خذ راحتك. اتوقع انك تلقى في الحياه من يسد مكان سعود. الله يرحمه سعود، الله يجمعنا في جنات النعيم. اخواني عبد العزيز وسالم ما هم قصرين، قريبين مني جدا. اخواتي قريبين مني، لكن سعود قريب مني جدا جدا جدا. الله يرحمه ويغفر له. علي بستفيد منك. ابي. وابغى منك نصيحه. صح. على قلبك. كيف الواحد يتخطى مثل كل هالامور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت خل إيمانك بالله قوي. الله اللي خلقك على الدنيا، والله اللي بياخذك، والله اللي بياخذ الله يختبرك في الدنيا. أنت كيف تخطيت؟ والله غصب، الدنيا بتمشي. يومك بيمشي غصب، مو موقف على شخص. أشوفها أخوي ومن دمي ولحمي وغالي علي جدا بس غصب. أنا مستحيل أنساه. طيب قبل لا نروح للأسئلة العامة، اليوم لاحظت ان ما في فازه من انتقاد اخوياك المتسابقين. تدري ليش؟ ليه؟ لان فيه انتقاد لك اهم من انتقاد اي بشر في الدنيا. تتوقع من اللي بينتقد علي بن مناحي؟ من تتوقع؟ ما هي صديق قريب؟ ما في لا صديق ولا امي وابوي ولا اخوي. وش بيقول اخوك لو مثلا انتقدك؟ والله شوف، بما اني اخوهم الكبير بالمرات اخطي عليهم. انا خطا من دافع حب، مو من دافع. ايه اخطي عليهم. يعني احيانا تجبرك الحياه انك تخطي. شوف، امي حملت المسؤوليه، قالت أنا اللي ربيتك وتعبت في عليك وكل شيء، أنا الحين بحملك مسؤولية إخوانك. تشوف إنك قد المسؤولية؟ بإذن الله إني قدها. إخواني إن شاء الله. اللي قدها يخطي؟ أخطي لمصلحتهم.